أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح دعم إجراءات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بخصوص قضايا التزوير التي يتم ضبطها. الوزير الخالد شدد خلال زيارته الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على أهمية تطبيق القانون على الجميع وأيضا تحقيق المعاملات وتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بها وعدم استثناء أحد سواء معاملات بالجنسية أو الجوازات الكويتية. تعد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من الإدارات التي تخدم المواطن فيما يخص تجديد جوازات السفر وإصدار الجنسية، وبالأخص خلال العطلات وفترة الصيف والسفر. وفي هذا السياق قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بزيارة تفقدية للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح وعدد من القيادات الأمنية التابعة للإدارة. واستمع معاليه إلى إيجاز قدمه اللواء مازن الجراح عن الخدمات التي تقدمها الإدارة وسعيها الدائم لتسهيل معاملات المراجعين وفق المستندات المطلوبة والخطوات المتبعة وآلية العمل لإنجاز كافة المعاملات. كما قدم العميد يوسف السنين مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر شرحا عن الخدمات الإدارية وآلية تجديد جواز السفر خصوصا خلال فترة الصيف وموسم الإجازات، حيث تشهد الإدارة إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين بالسفر خلال هذه الفترة. واستمع معاليه من مسؤولي الجوازات في الإدارة إلى شرح عن آلية إصدار شهادات الجنسية للمواطنين والإحصائيات التي تبين حجم الإنجاز في الإدارة وتظهر حجم العمل والسرعة في إنجاز المعاملات. وتفقد معاليه صالة المراجعين للإطمئنان على التسهيلات والخدمات المقدمة واستمع إلى آراء ومقترحات المواطنين والمراجعين، مجددا مساندته ودعمه لكل عمل من شأنه أن يسهم في تقديم خدمة سهلة ومميزة للمواطنين تشعرهم بالراحة والأطمئنان من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. ثم زار معاليه إدارة البحث والتحري واستمع إلى أبرز القضايا والمهام والواجبات التي تقوم بها من حيث متابعة البلاغات والقضايا التي تتعامل معها وأساليب التحقيق، وطالبهم بالعمل الدؤوب ضمن الأطر القانونية. وأكد معالي حرصه على تحديث وتطوير كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية المختلفة في إطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر وبما يجسد اهتمام وزارة الداخلية بالمواطنين ويحقق الصالح العام. كما استمع معالي الشيخ محمد الخالد إلى آراء ومقترحات عدد من المواطنين والمراجعين واطمأن منهم على التسهيلات والخدمات، كما استمع أيضا إلى آراء ومقترحات الموظفين وأكد لهم مساندته ودعمه لكل عمل مبدع يسهم في تقديم خدمة سهلة ومميزة للمواطنين حتى يشعر الجميع بالراحة والأطمئنان وسهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز. وطالب معاليه رجال الأمن قائلا: اخدموا أهل الكويت واحرصوا على راحة المواطنين واهتموا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.